الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اجعل أقوالنا خالصة لك يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جهدنا، وتقبل منا قولنا وعملنا، ولا تجعل الشيطان دخلا فيما بيننا يا رب العالمين. إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات الممتدة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في دراسة كتاب من أعظم كتب الحديث وعلوم الحديث، هو كتاب الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. هذا الإمام الكبير الذي ألف كتابه هذا، والذي صار عمدة في الفن من بعده، لا يمكن لأحد من الدارسين ولا من طلاب العلم الشديد أن يقف على هذا الكتاب، أو يريد طلب العلم طلب علم الحديث إلا ولا بد أن يعير هذا الكتاب اهتمامه. هو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، أو طبع بعدة عناوين، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. أولاً المؤلف. المؤلف هو الإمام الكبير أحمد بن علي بن محمد ابن محمد ابن علي بن أحمد العسقلاني. اسمه يقرأ ثلاثيا ثم يعكس فيقرأ بنفس الترتيب، بس بالعكس، يعني أحمد ابن علي ابن محمد، بعد كده ابن محمد ابن علي ابن أحمد، ده عكس الاسم. ده كده حفظنا كام اسم؟ ست أسماء. إذا عكسنا نصف الشطر الأول ثلاثة أسماء: أحمد وعلي بن محمد ثم محمد ابن علي ابن أحمد. ده اسم الحافظ ابن حجر العسقلاني. العسقلاني ينسب إلى بلد عسقلان وهي بفلسطين. الحافظ ابن حجر المصري عاش حياته كلها بمصر، ورحل إلى بلاد أخرى، ولكن أصله من عسقلان في فلسطين. يعتبر كان زمان بلاد الشام، كان يقولوا من أعمال بلاد الشام، وبلاد الشام كانت منها سوريا ومنها فلسطين، كل دي اسمها إيه؟ الشام، بلاد الإيه؟ الشام. زي الغرب كده، كلمة الغرب أيضا تشمل بلاد كثيرة، الأندلس هي تبع الغرب، والمغرب تبع الغرب، وليبيا تبع الغرب، خد بالك من بلاد الغرب أو بلاد المغرب العربي، واضح يا جماعة الخير؟ طيب، القضية إن حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ألف في هذا الفن كتبا كثيرة، علم الحديث اختلط هذا العلم بدمه وعقله، فأفاد واستفاد من شيوخه الذين درس عليهم، وأعظم شيوخه هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله تعالى. الحافظ العراقي ده هو أكثر المشايخ والعلماء تأثيرا في الإمام ابن حجر العسقلاني، هو الذي تخرج به، لازمه فترة طويلة وتخرج به، وله معه مسجلات علمية وسؤالات كثيرة تظهر خلال كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر العسقلاني ألف في هذا الفن عدة كتب، وعاش حياته خادما للسنة النبوية، ومن أعظم كتبه التي ألفها الكتاب العظيم المسمى فتح الباري بشرح صحيح البخاري. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب مجلد منه، مكون من حوالي 14 مجلد في شرح أحاديث صحيح البخاري، وهو يعتبر موسوعة العلماء. يسمون كتاب فتح الباري بموسوعة العلماء، يعني من قرأ هذا الكتاب خرج عالما موسوعيا في شتى العلوم الإسلامية. أيضا الحافظ ابن حجر ألف كتاب نزهة النظر، هذا الكتاب العظيم الذي سنتكلم عنه بعد قليل، بعد أن ننظر في المؤلفات في الفن حينما يأتي الكلام عليه في ونحن نقرأ كتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. الكتاب يا جماعة الخير اسمه نزهة النظر.
النزهة هي الفسحة والرؤية الواسعة والأفق العالي والنظر وكثرة الإيه؟ النظر واتساع العقل والرؤية والخيال، كل هذا يسمى نزهة. لإيه؟ للعقل. يقول لك سأخرج في نزهة إلى حديقة كذا، فيخرج في الحديقة ويجلس في كل مكان فيها ويوسع على نفسه وأهله في هذه النزهة. وكذلك العقل، هذه رحلة للعقل. يريد أن يقول أن هذا الكتاب هو رحلة لعقل طالب العلم أو طالب الحديث. نزهة النظر. ما معنى كلمة النظر؟ النظر ليس معنى الرؤية البصرية، المقصود ليس الرؤية البصرية، ولكن النظر هنا هو النظر العقلي، النظر العقلي. عامل زي كده، زي كلمة مثلا في عند علم المنطق لما يقول لك الإنسان حيوان ناطق، فالناس تفهم إن كلمة نطق يعني بيتكلم. لا، دي غلط. ناس كتير جدا تدرس العلم أو تدرس العلم دراسة طويلة ويخلص الكلية وبعد كده يفهم إن كلمة الإنسان حيوان ناطق يعني حيوان يتكلم، وهذا خطأ. معنى كلمة ناطق يعني أنه مفكر. ناطق يعني مفكر، مفكر. اختص الله الإنسان بالعلم، ولم يختص أي مخلوق من المخلوقات بهذه الخصيصة، فهي خاصة بالمين؟ بالإنسان. هل عمركم شفتوا أن أي حيوان حتى الأسد، أسد الغابة يسمى أنه عالم؟ لأنه عالم أو عالم؟ لا أبدا. ما حدش وصف الأسد بأنه عالم، مع أنه هو أشجع الحيوانات. واضح؟ فهذا الوصف أيها السادة وصف يريد به يعني رقي الرؤية واتساع الأفق، نزهة النظر، بتوضيح نخبة الفكر. هو الحافظ ابن حجر فكرة هذا الكتاب أنه ألف كتابا عظيما، ونعرف بعد كده لماذا ألف هذا الكتاب. أنا لا أريد أن أكرر الكلمات التي أقولها. ألف هذا الكتاب من أجل طالب علم نجيب سأله، حتى العلماء اختلفوا في هذا الطالب هل هو عز الدين ابن جماعة ولا شمس الدين الزركشي، تلميذ من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني. حتى إن قيل إن هو الراجح أنه شمس الدين الزركشي، وأن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أول ما يعني ألف الكتاب مات الطالب، هذا الطالب اللي هو شمس الدين الزركشي. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، مات بعدها تكتب الرسالة، فالله أعلم إذا كان انتفع بالكتاب ولا ما انتفعش. واضح؟ طيب، نخبة الفكر. النخبة اللي هي إيه؟ الإنسان حينما ينتخب لنفسه العقل أو الرؤية أو رأي اسمها اختيار. يعني هو هذا الكتاب الأصل اسمه نخبة الفكر، يعني اختيارات الأفكار. الفكر جمع فكرة، جمع إيه؟ فكرة، أفكار في ذهنه. أراد أن ينتخب لنا من هذه الأفكار بعض المعلومات ويضعها أمام أعيننا. أراد أن يضع هذه المعلومات أمام أعيننا ويقربها للمن؟ للناظرين وللباحثين وللطالبين وللشادين. أراد بذلك الحافظ ابن حجر أن يجمع شتات هذا العلم بطريقة مبتكرة، وسنعرف في مقدمة العجيبة البديعة التي لم يسبق إليها في هذا الفن. طيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني سمى كتابه نزهة النظر، يعني سياحة العقل وسعة الأفق واتساع المعلومات والمفهومات والموضوعات في ذهن قارئ هذه النخبة الزبدة التي انتخبها لنا واختارها لنا من أفكاره ومن أعمال فكره الذي درس هذا العلم. لأن الحافظ ابن حجر جلس مكث فترة طويلة، هو انتهى من تأليف هذا الكتاب في سنة 812، نخبة الفكر 812، والحافظ من سنة كام؟ 852. فالحافظ ابن حجر العسقلاني لما أراد أن يشرع في شرح هذه النخبة قبله بعض العلماء قام بشرحها، وهو كمال الدين الشمولي. كمال الشمولي شرح هذا الكتاب في كتاب يسمى نتيجة النظر بشرح نخبة الفكر. فكمال الدين الشمولي اجتهد وأفاد وأجاد في هذا الكتاب، ولكن الحافظ تعلل بشيء وقال صاحب البيت أدرى بما فيه. صاحب البيت أدرى بما فيه، اللي ألف البيت بتاع حضراتكم حد يعرف كل حاجة محطوطة فين في البيت مثل صاحبها؟ أبدا. أنا مش مقدرش حتى لو دخلت 100 مرة
مثل صاحب البيت الذي استقر فيه وعاش حياته بداخل البيت يعلم كل صغيرة وكبيرة في بيته. أو صاحب البيت الشعري الذي أنشد بيتا من الشعر، هو يقصد من بهذا الكلام؟ المعنى في بطن الشاعر كما يقول، هو الذي يعلم معنى هذه الكلمة ومن المقصود بهذه الكلمة التي قالها ومن قالها. واضح يا جماعة؟ قد يقول الإنسان تعليمات معينة يقصد بها شخص معين، لا يعلم أحد من هذا الشخص المقصود، صح لا؟ إلا صاحبها الذي قالها. قد يكتب الإنسان على صفحته كلاما يقصد به شخصا معينا، لا يعلم هذا الشخص إلا من كتبه أو من قاله. هكذا دائما الدنيا. فأراد الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يشرح كتابه بنفسه، أن يشرح كتابه بنفسه وأن يبين أسراره ويستخرج كنوزه بنفسه هو، فهو الذي دبجت يراعته هذا الكتاب، هو الذي كتب هذا الكتاب. طيب، الكتاب لم يعني أطيل في شرح اسمه، فهو سهل. إحنا عايز بدأ من بداية الكتاب، يعني من أول عنوان الكتاب بدأنا نوضح معنى الكتاب علشان كل نقطة أو كل سطر نريد أن نوضحها وأن نشرحها شرحا يشفي الغلة بإذن الله تبارك وتعالى. فنزهة النظر في توضيح نخبة فكر في مصطلح أهل الأثر. ربما نبدأ في هذه المحاضرة في الكتاب، وربما نكمل حديثنا عن اسم الكتاب بقية المحاضرة. معنى كلمة في مصطلح أهل الأثر، ما معنى كلمة مصطلح؟ كلمة مصطلح تعرفنا عليها وقلناها مرارا في دروسنا في البيقونية وغيرها من بعض الدروس، القضية يا جماعة الخير إن كلمة مصطلح قلنا معناها اتفاق طائفة معينة على تسمية شيء معين باسم معين بحيث لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا الايه؟ المعنى. تاني، هذه إضافة جديدة يا شيخ طارق، صح كده؟ طيب، اتفاق طائفة معينة على تسمية شيء معين باسم معين بحيث لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا المعنى. طيب، الكلام ده صعب وإحنا عايزين ايه؟ نوضحه شوية أو نفك التعريف ده. أكيد ليه أصل. تمام، عايزين نوصل لاصل. حاضر، هنوصل لاصل دلوقتي وخليك تطلع وانت دماغك عبرانه بالمعلومه ان شاء الله. معنى كلمه اتفاق طائفه من الناس، مجموعه من الناس. وانا ضربت مثالا قبل ذلك يعني واضح كالشمس، ان واحدا منا لو اراد ان يذهب الى بائع زجاج وقال له اريد لوحه من الزجاج عرضه متر ونصف في وطوله متران، واضح؟ فينادي صاحب هذا المتجر أو صاحب الورشة إلى الولد الصغير الذي يعمل عنده في الورشة فيقول له اذهب هات لنا قلم، فيأتي الولد بالإيه؟ بالقلم. انتوا طبعا كل الأذهان انصرفت الآن إلى الإيه؟ القلم الذي نكتب به. فيطلع الألم ده ايه؟ مشرط في الآخر. انت تنظر تلاقيه بس جاب الألم، تفضل المعلم، المعلم بتاعه راح عطيله ايه؟ الألم. بصيت انت في الألم ده لقيته المشرط، فانت قلت ده مش مشرط، ده مش ألم، ده مشرط، ده الطبيب. الطبيب في غرفة العمليات لا يقول عليه إلا انه ايه؟ مشرط. واضح؟ حسيت ان تتكلم بلغة الدرد شوية، ولكن الطبيب لا يقول عليه إلا انه مشرط. ينادي يقول هذا القلم اسمه عنده مشرب، عند الطبيب اسمه مشرب. ولكن تعارف أهل الصناعة هذه على تسمية شيء معين باسم معين. هذا القلم الذي هو في الأصل شيء قطعة من الحديد فيها مدببة وفيها أشياء مسنونة، هكذا يسمونها هم أهل الزجاج، يسمونها بأنها إيه؟ القلم. والأطباء يسمون هذا الشيء بأنه مشرط. فده اتفاق طائفة من الناس على تسمية شيء معين باسم معين. بس شرط
ان لابد الا ينصرف الذهن الا الى هذا المعنى. فاذا حصل اختلال في المفهوم وفي المعنى لم يكن هذا مصطلحا على الحقيقه. لم يكن هذا ايه؟ مصطلحا على الحقيقه. يعني ايه يا جماعه الخير؟ يعني ما ينفعش اقول ان ده مصطلح كلمه ثقه، كلمه خبر، ما ينفعش اقول عليها انها تساوي معنى كذا الا اذا كل الناس اللي معايا في نفس الصنعه وفي نفس الطبقه العلميه الذين معي ينصرف الذهن اليها اولا، هي التي تتبادر الى الذهن اولا، فهذا يكون مصطلحا جيدا ومصطلحا جديرا بالاهتمام فيعتمده العلماء. لذلك العلماء قالوا في مساله المصطلح دي، قالوا لابد اولا ان يكون للمصطلح اصل في اللغه. يبقى لابد شرط كلمه مصطلح، مش عن مصطلح حديث بس، مصطلح اي مصطلح علمي في اصول الفقه، في النحو، في التفسير، في اصول اي علم من العلوم الشرعيه حتى والعلوم العقليه والعلوم التجريبيه، حتى الطب والهندسه والكلام ده. لابد ان تكون المصطلحات لها علاقه باللغه. يبقى المصطلح لابد حتى يكون مصطلحا صحيحا لابد ان يكون له علاقه باللغه، علاقه صحيحه، يكون له اصل في اللغه العربيه. اثنين، ان يكون قائل هذا المصطلح، وهنعرف احنا بنتكلم في القضيه دي من اصل، ان يكون قائل هذا المصطلح من العلماء المتمرسين في العلم الذين لهم قدم راسخه في هذا العلم والطلب. انسان تمرس في العلم لم يقرا كتابا عن قياده السياره، فيمكن ان يقرا الانسان كتابا عن قياده السياره ولكن اذا وياتي ويدخل امتحان نظري فتكون النتيجه 100% امتياز، ولكن حينما ناتي بسياره ونقول له اركب هذه السياره وتولى قيادتها فربما كان حصل شيء اخر، صح كده؟ فلابد ان يكون من العلماء الذين درسوا القواعد وطبقوها ولهم في العلم دربه، لهم في العلم ايه؟ دربه. طيب يبقى اذا يا جماعه الخير ويا اهل الفضل، ان المصطلح حتى يكون مصطلحا صحيحا في اي حاجه في الدنيا، عشان نتكلم في قضيه خطيره الان تتعلق بكلمه المصطلح، ان عندنا يا جماعه الخير ان المصطلح لابد ان يكون له اصل في اللغه، حتى ما حدش يلعب بالمصطلحات ونتكلم عنها بعد شويه. اثنين، ان يكون قائله من العلماء المتمكنين. ثلاثه، ان يرتضيه اهل العلم، ان يرتضيه اهل العلم، يعني العلماء انا استرقت مصطلح، فيجي بقى زمايلي من اهل العلم بقى اللي هم متخصصين معايا فيقولوا ما فيش مشاكل، لا مشاحة في الاصطلاح، كلامه هذا ممكن يحمل على شيء معين، كلمة لا مشاحة، ما ينفعش نقول لا مشاحة، لا مشاحة في الايه؟ في الاصطلاح. ف يعني ايه لا مشاحة؟ يعني لا معارضة في الاصطلاح، يبقى لابد ان يعتمده العلماء، يعتمدوا هذا الايه؟ المصطلح. رابعا، أن يشيع هذا المصطلح بين العلماء. خلي بالكم دي قضية خطيرة جدا، وهتتعلق بها قضايا في علم الجرح والتعديل بعد قليل، يعني في محاضرات قادمة إن شاء الله لما ندخل على علم الجرح والتعديل هنعرف إيه أهمية المصطلح الشائع والمصطلح غير الشائع. فالمصطلح الشائع هو الذي سرى بين العلماء وتعارف عليه العلماء واستعمله العلماء، زي مصطلح الحسن. قدم لحضراتكم قديما لم يكن موجودا، ثم طرأ المصطلح فاستعمله العلماء القدامى، ثم استعمله من جاء بعدهم، ثم استعمله من جاء بعدهم، إيه حتى وصل الينا الان، فصار مصطلحا ايه؟ شائعا. طيب المصطلح الشائع، طب لو المصطلح لم يتم انتشاره بين الناس او بين العلماء يسمى مصطلحا خاصا، فيبقى مصطلح خاص بين العلماء، يعني مثل قول ابن معين رحمه الله حينما يقول لا بأس به في الراوي، كل العلماء اي كلمه راوي، اي راوي يقال فيه لا بأس به يعني معناه عندهم انه صدوق، يعني حسن الحديث، الا ابن معين رحمه الله تعالى، فان معنى قوله، معنى قوله ان الراوي لا بأس به يساوي عنده ثقه، هو واحد اسمه دحيم،
بدحيل وبمعين. شفتوا اهو المصطلح لما لم ينتشر صار مصطلحا خاصا بهذا العالم او بهذين العالمين. يبقى لابد حتى يكون المصطلح شائعا بين الناس او يكون مصطلحا حقيقيا واضحا معتمدا عند ائمة الفن، لابد ان يكون هذا المصطلح شائعا بين العلماء وارتضاه العلماء. اذا هذه شروط. لماذا اشترطنا هذه الشروط في المصطلح؟ لانه يعبث البعض في او في المصطلحات، حتى هناك حرب تسمى بحرب الايه؟ المصطلحات. يعبثون ببعض المصطلحات فيضيعون الثوابت ويجعلونها متغيرات. فلابد ان يتنبه الانسان او طالب العلم الى هذا الامر، ينظر الى هذا المصطلح الجديد الوافد علينا. فاذا كان هذا المصطلح له اصل في اللغه واعتمده العلماء وارتضوه وصار شائعا فيما بينهم، فهذا مصطلح علمي معتمد. ليه احنا طولنا في كلمه مصطلح؟ لان هذا العلم مبناه وفحواه وكل مشتملات هذا العلم انما بنيت على عده مصطلحات، الفاظ، كلمه ومعناها. والعلماء اشترطوا يعني كلمه وتعريفها والتعريفات والحدود تحدها المصطلحات. ولماذا لجأنا الى المصطلحات يا ساده يا كرام؟ ليه يا دكتور جمال لجأنا الى المصطلحات ويا دكتور اسعد؟ لجأنا للتمييز والتفرقه بين مصطلح واخر. الإمام الجويني عليه رحمة الله في الكافية في الجدل يقول: وإنما جعلت المصطلحات من أجل التمييز والتفرقة. من أجل إيه؟ التمييز والتفرقة، حتى أفرق بين نوع ونوع، واسم واسم، وعنوان وعنوان، وموضوع وموضوع. لابد أن أحدد المصطلحات والتعريفات، فالتعريف يحفظ علي حدود كل إيه؟ مصطلح. وقالوا التعريف لابد ان يكون تعريفا بالايه؟ بالحد، جامعا مانعا لكل انواع او افراد المعرف. ها؟ هتاخدوها في المنطق، خلي بالكم انا بقول لكم ايه تسريبات كده للمنطق، خدوا بالكم؟ فلابد ان يكون جامعا، لابد ان يكون جامعا لكل افراد المعرف، ها؟ مانعا من دخول غيرها فيها. يعني يقفل عليها دايره كده، لا حد يطلع ولا حد ايه يدخل. واضح المصطلح؟ خلاص وضح المساله، محدش يقدر يلعب في المصطلح، محدش يقدر يعبث بالمصطلح. واضح يا ساده يا كرام؟ طب ليه احنا اتكلمنا الكلام ده كله على المصطلح وطولنا في مساله المصطلح؟ لان العلم بدا يتقدم يا ساده، ونحن نائم، ونحن في غفله، نحن في غفله نلعب ونلهو، والناس من حولنا قد يعني فاقوا كثيرا من طلاب العلم الان الذين يدرسون والذين يقرؤون ويتعلمون. هناك مدرسه اسمها المدرسه الاصطلاحيه ظهرت الان من سنه 93، معهد اسمه معهد الدراسات الاصطلاحيه. معهد الدراسات الاصطلاحيه انشاه الدكتور الشاهد البوشيخي. دكتور اسمه ايه؟ الشاهد البوشيخي. الشاهد البوشيخي ده يا شطاره، دي معلومات جديده يا شطاره. الشاهد البوشيخي انشأ مدرسه للمصطلحات، انشأ مدرسه للمصطلحات اسمها وسماها المعهد الخاص للدراسات الاصطلاحيه. طب ايه علاقه الكلام ده باللي احنا بنقوله؟ ما علاقه هذا الكلام بعلم المصطلح؟ ما انا هقول لكم ان احنا نايمين برضه، وان الناس دي خرجت حاجات تتعلق بعلم الحديث. الشاهد البوشيخي ده حتى ليه له كتاب مهم جدا في هذا الباب، وينبغي على الجميع ان يقرا هذا الكتاب، اسمه دراسات مصطلحيه. دراسات ايه؟ مصطلحيه، للدكتور الشاهد البوشيخي، ومطبوعه موجود في طبعات دار السلام مؤخرا. واضح؟ الكتاب هذا خاص بعلم الحديث ولا لا؟ هقول لك، يتعلق بكل العلوم، يفيد في كل العلوم، ولكن ضرب أمثلة بعلم الحديث وعلم أصول الفقه. طيب
ايه بقى ثمار المدرسة الاصطلاحية دي التي قامت ونشأت وبدأت تؤتي ثمرتها؟ انها اخرجت كتبا عندنا مصطلحات يحاض فيها الحليم في علم المصطلح وفي علم الحديث، مثل مصطلح الحسد. ليست الحيرة في ان هذا المصطلح غير مطابق لشيء معين او لثوابت العلم، لا لا لا، ولكن هذا المصطلح العلماء استعملوه بمعنى، وامام من الائمة استعمله بمعنى، ولكن العلماء لن يجزموا ولن يقطعوا بفهم هذا الامام على هذا المعنى. مثل الامام الترمذي لما قال مصطلح حسن صحيح، لما قال حسن صحيح العلماء قعدوا يفسروا معنى كلمة حسن صحيح، فاللي يقول حسن بمعنى اسناد وصحيح بمعنى اسناد اخر، واللي يقول انه صحيح السند وحسن الايه المتن، واللي يقول ان الحسن الصحيح اقل درجة من كلمة صحيح واعلى من كلمة حسن، كلام كثير هنتكلم عنه في اللقاءات القادمة باذن الله. طيب لما بقى العلماء يجوا يعملوا حاجه اسمها دراسات مصطلحيه ويدرسوا هذا المصطلح، ايه اللي يحصل يا شباب ويا جماعه الخير؟ المصطلح يتحرر ويصل، لان المصطلح كيف يعرف المصطلح؟ يعني كيف اعرف ان هذا المصطلح مصطلحا حقيقيا واقعيا؟ التعريف يعني او اللفظ ده بمعنى كذا، اولا ان ينص عليه عن، يا اما نعرفه ان العالم يقول معنى الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من اول السند الى منتهى، ده حديث ايه الصحيح. والحديث الحسن هو ما خف او الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة، واضح؟ فهو خلاص الحديث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه بالقبول، واضح؟ دي كلها ايه؟ اهو مصطلح ومعناه جميل. مين اللي نص عليه؟ العلماء. طب في اصطلاحات لم ينص عليها العلماء على معناها، هذه تعرف بشيء يسمى الاستقراء والتتبع. الاستقراء والايه؟ والتتبع. المدرسة الاصطلاحية دي قامت على هذا المعنى، وقامت بدراسة هذه المصطلحات العلمية، واستقرأت هذه المصطلحات حتى استوفت أركانها واستوفت كل النماذج التي وردت. أول حاجة يبحث في المعاجم اللغوية عن المعنى الكلمة، ثم عن المعاني التي تستنبط من اللفظ اللغوي له عدة معاني، ينظر في كل هذه المعاني التي خرجت بها المعاجم اللغوية. بعد ذلك ينظرون في استعمالات العلماء لهذا المصطلح العلمي، سواء كان كلمة ثقة أو خبر أو حسن أو حسن صحيح أو ينظرون إلى استعمال العلماء لهذا المصطلح. ثم بعد ذلك ينظرون في جذر الكلمة والمعاني القريبة منها حتى يستطيعوا أن يخرجوا بمعنى محدد للكلمة. فهذه المدرسة قامت ونشأت وخرج من ثمارها ومن رحم هذه المدرسة عدة كتب، منها كتاب اسمه المصطلح الحديثي عند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. المصطلح الحديثي عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وأيضا دراسة أخيرة، المصطلح الحديثي عند الإمام البخاري، ودراسة قوله أو دراسة قوله فيه نظر، درسوا كلمة الإمام البخاري حينما يطلق لفظ فيه نظر، هذا مصطلح عند الإمام البخاري، فدرسوا عمل عملية استقرائية تتبع فيها كل الألفاظ وكل المواضع والمواطن التي قال فيها الإمام البخاري فيه نظر، وكيف استعملها، ومقارنة هذه المواضع بما قاله العلماء المعاصرون للإمام البخاري الذين رأوا هذا الشخص أو تتبعوا رواياته. وهذه رسالة لكرام. يبقى إذن مسألة المصطلح لابد حينما يخرج إليك هذا العلم بعدة مصطلحات تعلم مدى التعب الذي تعبه الأئمة والعلماء في هذا العلم حتى يعطوك هذا الايه الكتاب او هذا العلم او هذا المتن او هذا الشرح بهذه الصورة اللائقة. إذن يا جماعة الخير، دراسة المصطلح احنا عملنا 10 دقايق وعشان الدكتور اتى وصل يعني بالظبط اقل من 10 دقايق ان شاء الله. فدراسة المصطلح مهمة جدا للغاية في ان تتحدد المعاني المرادة للكلمة. طيب ايه
اهميه هذا الكلام بالنسبه لعلم الحديث؟ قلنا مثلا عندنا عده مصطلحات في هذا الفن، في هذا الفن. مثلا مصطلح الخبر، مصطلح الخبر. كلمه الخبر حينما تطلق هكذا تذهب النفس فيها كل مذهب، كل انسان. لو واحد صحفي معانا هيفهم منها معنى، لو واحد بتاع نحو وصرف سيدنا الدكتور ادب هيفهم منها معنى، لو واحد تاني بتاع بلاغه متخصص في البلاغه هيفهم منها معنى. واضح يا جماعه؟ فكلمه الخبر لو واحد بقى بتاع حديث يا حلاتي اول ما يقال الخبر لابد انه ينصرف ذهنه الى الحديث. فكلمه الخبر هذا مصطلح استعمل في عده علوم بعده استعمالات، فاستعمله اهل الصحافه بمعنى كلمه النبأ، الخبر الصحفي. واضح يا جماعه؟ فده اللي هو ايه؟ الخبر. اهل اللغه جعلوا الخبر هو قسيم للمبتدا، جمله اسميه تتكون من مبتدا وايه؟ وخبر. واضح؟ طيب اهل البلاغه عندهم الخبر الجمله الخبريه والجمله الانشائيه، فكلمه الخبر مقابله لكلمه الايه؟ الانشاء. واضح؟ فدراسه المصطلح عندنا بقى عده مصطلحات على كده، معنى كده حتى العلم نفسه، علم الحديث نفسه بداخله عده مصطلحات، مصطلح واحد استعمله العلماء على عده معاني. كلمه ثقه، كلمه ثقه يطلقها العلماء عموما على الراوي الذي توافر فيه او توافر فيه العداله والايه؟ والضبط. توافرت فيه العداله والضبط التام. ده يسمى ايه؟ يسمى كلمه ثقه. يعني كلمه ثقه تتفك عند الكلمتين بعداله وتم الضبط، او الضبط يطلقوا على الضبط التام مش اصلا. ماشي؟ عند التفرقه بيننا وبين الحسن نقيد بخفه الضبط. واضح؟ طيب يبقى كلمة ثقة اهي في علم مصطلح الحديث تتفك بايه؟ بكلمتين، كلمة عدالة وكلمة ضبط. طيب تعالوا بعض العلماء، وذكر هذا الحافظ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن كلمة الثقة تطلق على الراوي صحيح الكتاب، صحيح الكتاب، وإن لم يكن يتكلم أصلا على قضية ضبط الايه؟ الذهن، ولا قضية العدالة أصلا. أنا بتكلم على مسألة الايه؟ العدالة. فكلمة ثقة عندهم أي صحيح الكتاب، يعني كتاب موثوق به، كتاب مراجع على المشايخ والعلماء، مضبوط، يعني الكتاب دائما يحافظ عليه صاحبه. واضح؟ يكرر على شيخ، يعارض الكتاب بأصل الشيخ الذي معه، فده اسمه ايه؟ كتاب موثوق به، فيقول عنه فلان ثقة، أي ثقة في كتابه. واضح يا جماعة الخير؟ فكلمة ثقة حتى في علم مصطلح الحديث مالها؟ لها عدة معاني. طيب عندنا أيضا كلمة ثقة تطلق أحيانا عند بعض العلماء على معنى العدالة فقط، تحمل على العدالة فقط. نلاقي راوي العلماء كلهم جرحوه من ناحية الايه؟ الضبط. ونلاقي واحد من الأئمة فقط بس كده انفرد عنهم بتوثيق هذا الراوي، انفرد هذا الإمام بتوثيق هذا الراوي، والعلماء فسروا هذا الايه؟ الجرح اللي هو الخطأ، خطأ الراوي. فنجد أن العلماء يحملون توثيق هذا الشخص الذي قال عن الراوي أنه ثقة، يحملون توثيقه على ايه؟ على العدالة فقط، على أن هذا الشخص عدل، ولا يقصدون شيئا بقضية الايه؟ الضبط. لا تنصرف اذهانهم ابدا الى مساله الضبط اطلاقا، انما يقصدون ويحملون هذا التوثيق على عداله الشخص. اذا المصطلح الواحد في العلم لابد ان تضبط هذه المصطلحات. الحمد لله علم مصطلح الحديث، الحمد لله ضبطت المصطلحات، حتى بعض العلماء قال هذا علم نضج واحترق، علم نضج واحترق. عارفين لما الحاجه تستوي كده في الفرن؟ يعني أنا مش محتاجة أي حاجة تاني، محتاجة بس إن الناس إيه؟ تاكل على طول. اللي هي إيه؟ مالها؟ تاني. بعض العلماء يقول معنى كلمة ثقة، ليس إحنا قلنا الثقة اللي هو إيه؟ عدالة وضبط.
والشيخ حسام بيقول ضبط تام عشان ما نزعلوش. واضح؟ ماشي. يبقى عداله وضبط يساوي كلمه ثقه عند جمهور العلماء. واضح؟ في بعض العلماء يقول معنى كلمه ثقه يطلقها احيانا على الراوي صحيح الكتاب. والبعض الاخر نجد في ترجمه من التراجم راوي من الرواه، تراجم عندنا تعريفات الرواه اسمها تراجم مش تراجم، لان التراجم والتراشق بالايه؟ بالحجاره. اما كلمه تراجم بالكسر هي ترجمه الراوي التعريف بالراوي. واضح يا شيخ حكيم؟ شيخ حكيم من روسيا بس شاطر جدا يعني اشطر منا كلنا. واضح؟ طيب القضيه كلها ان قلنا يا اهل الخير ان كلمه ثقه تطلق على راوي، راوي امام الائمه يطلقها. ثم نجد في ترجمه هذا الراوي في الكتب، نفتح الكتب السيره الذاتيه لهذا الراوي السي في بتاعه، نلاقي ان القرآن كلهم مالهم ضعفوا هذا الشخص وفسروا الجرح ده، الجرح اللي هو التضعيف يعني، فاكر حضراتكم؟ فسروا هذا الضعف وقالوا لانه اخطا في احاديث كثيره او اخطا في حديث كانت له صحيحه فايه فنسيها او ضاعت منه او كذا او كذا باي عذر. ثم نجد عالم واحد فقط هو الذي وثق هذا الراوي. توثيق هذا العالم فقط يحمل على عدالة الشخص، يحمل على عدالة الشخص في مقابلة الأكثرية التي أمامنا. واضح يا جماعة الخير؟ ففهمت كده الآن؟ تمام. فالمصطلح يختلف، ولكن هذا العلم بفضل الله من العلوم التي حررت المصطلحات التي ذكرها العلماء فيها أو فيه، ثم يعني توارد عليه فهوم الأئمة والعلماء، وسنتكلم عن كيف تواردت أفهام الأئمة والعلماء على هذا العلم في حينما نقرأ مقدمة الحافظ ابن حجر، وفيها كنوز وأسرار علمية عجيبة لم تكن لغير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. آخر كلمة في العنوان، عشان كده لسه النهارده نشرح فين؟ العنوان. ربنا يعينكم على جوه الكتاب. ده للناس اللي هيتعلم، أما الناس الثانية خلاص احنا فوضنا أمرنا لله. في مصطلح أهل الأثر. معنى كلمة أهل الأثر الذين يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا من داخل المصطلح علم اهو، حد بيعمل حته كده جميله يجيب لك في العنوان اللي هو فيه كلمه مصطلح يجيب لك مصطلح جنبيه عشان انت تفهمه. معنى كلمه الاثر، جاب الاثر ده مصطلح عند اهل العلم يطلق في الاغلب على اقوال الصحابه والتابعين، يستعمل في الاغلب اقوال الصحابه والتابعين اللي هي الموقوفات والمقطوعات، هنعرف بعد كده ان شاء الله تعرفها بالتفصيل. يعني كلمة مرفوع يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، موقوف ده كلام الصحابة، مقطوع كلام التابعين، مقطوع غير منقطع. ماشي؟ هذه صفة للإسناد، دي صفة للمتن، والأخرى اللي هي منقطع صفة للإسناد، نعرف بعد كده. طيب يبقى المرفوع خلاص مش معانا في كلمة الأثر أو كلمة الأثر. اللي معانا إن الكلام الموقوف اللي هو كلام الصحابة وكلام الإيه؟ التابعين. هذا في اغلب استعماله، ولكن يستعمل ايضا بمعنى المرفوع، وهنتكلم عن هذا، ولكن حينما نتكلم عن كلمه الاثر بداخل هذا الكتاب. يبقى كلمه، لان التحاوي عمل شرح معاني الاثار وده ذكر فيها احاديث مرفوعه للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعه؟ ابن ابي شيبه لا عمل مصنف في الاحاديث والاثار، عمل حاجه اسمها الاحاديث، والواو تقتضي الايه؟ المغايره، الاحاديث والاثار، يعني الاحاديث حاجه والاثار حاجه، يعني هو جمع كتابه وحط في حاجتين، حاجه اسمها الاحاديث اللي هي المرفوعه يعني كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وحاجه اسمها الايه؟ الاثار اللي هي ايه؟ اللي هي اقوال الصحابه واقوال مين؟ التابعين، لان لو تقتضي المغايره هتعرفوا النحو، الدكتور اتى علامه في النحو. ماشي؟ طيب بعد كده يبقى هو اراد ان يبين، يعني هذا كتاب مؤلف في مصطلحات علماء الاثر اللي هم علماء الحديث، ولذلك ينسبون انفسهم الى فلان الفلاني الاثري. الاثر نسبه الى الايه؟ الى الاثر، الى الحديث النبوي يعني، الى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابه والتابعين. تلاقي فلان الفلاني يسمي نفسه كده الاثري. طيب يعني الاثري مش اسم ابوه ولا اسم جده، ده نسبه الى الاثر، نسبه الى الايه؟ الى الاثر. وطبعا في ناس كثيره تنسب نفسها الى هذا الاسم ظلما وعدوانا. ماشي؟ ظلما وعدوانا، ويؤمرون كثيرا من علمائنا المحدثين. هناك ائمه اطلقوا كلمه الاثر او الاثري مثل الامام الحافظ العراقي في الفيات المشهوره
وكتب عن نفسه الأثري عبد الرحيم بن حسين الأثري. واضح؟ فهذا العراقي إن لم يكن العراقي أثريا فمن يكون أثريا بعده؟ الحافظ آخر شيخ الحافظ ابن حجر. يعني سيدنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم شيخ المحدثين في مصر والعالم الإسلامي رسالته في الدكتوراه في الحافظ العراقي في 5 مجلدات كتبها لكم، ولها مجلد سادس يصدر قريبا بإذن الله تعالى. 6 مجلدات كتبهم في مين؟ في الحافظ العراقي وجهوده في خدمة السنة النبوية المطهرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، وهي التعريف باسم الكتاب. وفي اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الكتاب إن شاء الله. الشيخ طارق أقرأ، وبعد كده الشيخ أصام، والشيخ أي بإذن الله، يعني إخواننا الفضلاء يقرأوا بإذن الله تبارك وتعالى.